شوف اشتغل عندك لا بسرعة تخلي على مجوهرة هذا ها بعده بس جاي يطلع عندي لايف اشتغل السلام عليكم شلونكم زبائن الكرام شلونكم زينين وياكم آدم اليوم حسوي لكم بث يجنن بأجور 3000 دينار لغرام الواحد كل ما موجود داخل المحل أو معروض على الفيسبوك بأجور 3000 دينار بهذا محلي الجديد اللي هو اسمه الكوخ تدخلوا للمحل بغداد المنصور تقاطع رواد داخل قيصرة أزياء الكوخ القديم على إيدكم اليمنى أول ما تدخلون على إيدكم اليمنى تلقون محلي أو هو محل القديم أنا قلبته سويته كله بأجور 3000 يعني تدخلي للمحل تشوفين الذهب خدش مبي بأجور 3000 دينار هذا البث أي واحد اللي يدخل على مجوهرات آدم اللي يريده يدخل على مجوهرات الكوخ وراح أرد لكم رقمان هذا البث يختلف يعني ذاك المحل بأجور مفتوحة هذا المحل بأجور 3000 دينار فقط الرقم مالت هذا المحل 0771 3 مرات 3 2 4 3 2 أعيد لكم 0771 3 3 3 2 4 3 2 اللي يريد يدخل على مجوهرات الكوخ يشتري من يمها ذهب عيار 21 مستورد بأجور 3000 دينار تدخلين هنا على راحتك تعرفين تحسبين ما تعرفين تحسبين نبيع لك ب 3000 دينار ما عندنا غير تفاصيل موجود عندنا توصيل لكل محافظات العراق وهسه راح اشوفكم العينات اللي عندي ب 3000 دينار وتدللون يا ذهب تأمرون بنات شوف هذه القلاده بس جهز لي الاوراق اللي قدام على اللاوي بسرعه كون هيك قدام القى هاي بعد تلف قلاده ابو الياب للعلم القطعه اللي نبيع لك اياها لا خدش ولا زلغ اوكي شوفيها عيار 21 مستورد هذه 106 غرام اعطوني حاسبه قدامي يعني جورها 315000 دينار فقط سعرها 8 ملايين و300 اليوم الذهب ب 375 واجور 3000 دينار للغرام الواحد هاي القلاده ام اللي هاك اياها انتهت هاي شيل اياها شوف هذا التخم تخم خليجي 121 غرام و580 سعره 9 مليون و485 9 مليون و485 هذا المحل راح يستمر ان شاء الله عندنا نكسب كل زبائننا نكسب كل الفئات نكسب الزبون اللي يريد يشتري ب 3000 نكسب الزبون اللي يريد يشتري باغلى احنا نفتح لكم اكثر من فرع شنو الزبون اللي عجبه احنا حاضرين وياه ونشوفه كل شيء شوف هذه الملاوي شوفوها بنات شو ما اتفقنا لا خدش ولا زلغ ولا بها شيء احنا ما نخسر سمعتنا عليها هذه 76 غرام و520 5970 ادم انت الوحيد هيك جاي تسوي بالعراق اي الوحيدين احنا لازم نتميز نحافظ على اسمنا هدفنا هو كسبكم اوكي هذه الملاوي شوفوها بنات سعرها 5 ملايين 970 شكو قطعه اكمشها بايدي باجور 3000 دينار للغرام الواحد المحل قدامكم كله باجور 3000 دينار للغرام الواحد شوف شيل هاي بسرعه على اللاوي بدل لي لا تصفن علي هذه 104 غرام و500 104 غرام و500 سعرها 8 ملايين و150 اوكي 8 و150 جاي تشوفون بنات زلغ ما بيها دخلين هنا للمحل على راحة راح تشتفترين باجور 3000 بعد شو تريدون بنات شو اسوي لكم نريد اشياء انعم ما نشتغل احنا بالناعم بهذا المحل اوكي دخل على ذاك المحل موجود عندنا نعم هذه ملاوي اوكي شوف الملاوي شوف الجمال 52 غرام سعرها 4 ملايين و100 هذه سعرها 4 ملايين و100 شوفوا هذه الملاوي هذه 49 غرام بنات عيني بعد جمال 49 غرام 280 سعرها 3 ملايين و445 شو ما قلت لكم بنات لا حد يراسل مجوهرات آدم راسل مجوهرات الكوخ اللي هو هذا رقمهم قدامكم 0773 مرات 3 2 4 3 2 هذا الرقم قدامكم والرابط مالتكم راسل مجوهرات الكوخ ودخل عليهم محلي الثاني سميته ذاك مجوهرات آدم هذا مجوهرات الكوخ بأجور 3000 دينار شكو وحدة تقول يما آدم غالي انت هناك تعال هنا نبيع لك رخيص والوحيدين احنا بالعراق مسوين هذه الفكرة تدخلين شو تريدين 5 غرامات 10 غرامات كيلو ب 3000 بعد شوفوا هذه هذه 42 غرام و 660 3 ملايين و 330 3 و 330 جاي شوفون بنات اللي اعرض لكم يعني ما جاي اعرض لكم شيء سحق شوفوا الجمال شوفوهم بنات
هذه 61 غرام و860 سعرهم 4,825,000 4,825. شوف شوف الحلقة شلون ينفتح، تجنن هاي القطعة. شوف هذه القطعة، قطعة دافنجي، هذا شغل ايد، قطعة خرافية. سعرها وزنها 74 غرام و260 سعرها 5,795,000 يعني 5,800,000 تقريبا. شوفوا هاي بنات 37 غرام و410 37 غرام و410 سعرها 1,920,000 1,920,000. يصير نجي بس نتفرش، تعال عيني تفرجي على راحتك، هلا بيك محل اخوك وتدللي، ما بيك حيل طلب توصيل طبيعي. شوفوا هذه سوارت سبرينج، هذا بداخله سبرينج، اوكي 29 غرام و110 سعره 2,270,000. شوفوا هذا ايطالي، جاي تشوفونه لو لا بنات، 28 غرام و560 سعره 2,230,000. سد الباب. شوف الكلبشات بنات، تدرون بي انا دائما اعرض سريع، شوفوها بنات على راحتكم. كلبشات كل اللي جاي اعرض عيار 21 مستورد، انت 21 ادم. شكرا جزيلا قلبي. هاي 29 غرام و120 سعرها 2,275,000. شوف هذا السوال الكارتير على هذا شو اسمه كارتير. هذا 44 غرام و450 سعره 3,450 3,470 عفوا. شوف هذا السوال بنات، شوف الجمال، شوفوا بنات شوفوا هذا 28 غرام 110 سعره 2,195,000. ارخص شيء بيع على اناد المضغوطين، احنا مو على اناد المضغوطين، احنا نكسر خشومهم المضغوطين، احنا نسوي شغله نخليهم يحيرون، اوكي ما يعرف شو يسوي، نفر فر بالذهب، مصلحتنا هاي عيني، ما حد يدخل ينافسنا بيها. هاك احنا جاي ننافس العراق كله، واذا اكو واحد اقوى وينزل هيك عروض خليه يجي يقابل. هيك جاي نحكي على مستوى العراق، اذا اكو واحد ينزل هيك بضاعه بمحل مفتوح على طول للسنه، اضمن لكم انا لل 23 داخلين محل بضاعه متكامله ب 3000 هاي تخم وبعلها، تجين تاخذين هذا التخم اي شيء تدخلين للمحل ب 3000. شرط الطبين ما تعرفين هيك، بس تبعين بيقول لك الولد ب 3000، ما تعرفين انت، ما تعرفين تحسبين احنا نبيع لك ب 3000، ما عندنا اي غبل للزبون. اوكي شوف هذا الكارتير سعره 1,625,000. شوفوا هذا بنات، شوف الجمال، يبي 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 يبي. هذا 23 غرام و430 سعره 1,860,000 1,830,000 العفو. مهندس حسين حبيب عليكم السلام. شوفوا هذا الدسوار، هذا 23 غرام و510 سعره 1,835,000. شوفوا هذا الاسوار بنات، هذا 15 غرام سعره 1,175,000 اليوم المثقال ب 375,000. سعر الذهب ما يختلف هنا عندنا نفس، بس الاجور تختلف، سعر الذهب واحد. اكو بتوت الحدود 4 مليون، شنو اكو بتوت كل شيء موجود عيني. هذا 15 غرام 180 سعره 1,185,000. شوف الجمال بنات، جاي شوفوا له لا، شوفوا هذا كارتير مكتوب هماتين كارتير وزنه 11 غرام سعره 890,000. تعالوا هنا للمحل تلقون علاء وابراهيم العامري، ما راح ابد يقصرون وياكم. هذه 20 غرام و100 1,565,000 عبد الله لا ما موجود عيني، عبد الله الحمداني اختصاص سيارات مولدات. هذا 30 غرام، هذا 6 مثاقيل عدل، هذا الوزن مالته السعر مالته 2,335,000. شوف الجمال بنات، شوف القطعة، قطعة فرفشة تركية، هذه كلش حلوة، بعدها تصوريها من تنزل على الإيد شلون تربط كلش حلوة. 34 غرام سعرها 2,650,000 بضاعة تخبل الله يرزق، أنتم اللي تخبلون. شو وقت تروح دبي؟ باكر إن شاء الله أنا رايح دبي إن شاء الله، باكر بحال الله احنا نكون بدبي واجيب لكم هناك بضاعه.
ان شاء الله تعجبكم. واي واحد محتاج شيء من دبي انا حاضر. هذا 17 غرام و290 سعره 1,350,000. شيل الاوراق شوف هذا 19 غرام و330 سعره 1,510,000. مو شك زبوني طب لك على ادم كانه ما تتبرى منهم اوكي طبيعي. هذا السوار 27 غرام و580 1,150,000. شوف هذا 15 غرام و920 1,240,000. هذا فان كليف مشوي الحجره لو ما له لا مشوي الموتور. هذا 7 غرامات هذا الحجر كله واقع نبيع لك بس ذهب 610,000 دينار. هذا الاسوار اسوار خليجي 15 غرام و300 سعره 1,200,000. هذا الاسوار 21 غرام و150 1,650,000. عيب عليك ذهب مستعمل تبيعه جديد والله ما يستحي. هذا يا هو هذا اللي يبيعه جديد احنا جايين نبيع باجور 3,000. شوف الجمال بعش نسوي لكم عيني كل عيب عليك وما تستحي واحنا عبرناكم عبر وانتم بعدكم عيب عليك وما تستحي وقامت ايدي وخسران ونشال وحرامي كل المواصفات الرديئة طلعتوها بينا واحنا كاسرين خشومكم جبن احنا جبن لعبنا بيكم لعب يلا هاك العراق انسكته. هذا 13 غرام 610 مليون و 60,000. انا اموت على المنافسة بالسوق. شوف الجمال بنات شوف الجمال 22 غرام 440 مليون و 750. انت هناك تبيع ذهب غالي ما تستحي. ليش ما استحي شنو هيك عين ليش هيك هالحكي هذا ويانا تعال دخل المحل ذاك كل الاجور مفتوحه شيء عجب. انا محل قبال محل واثنين هنا بدايه السوق واثنين هنا عيار 21 مستورد تعالوا هلا بيكم بعد شو تريدون. هذا 17 غرام شوفوا بنات شوفوا الجمال 17 غرام سعره 1,375,000. نخلي ولي هذا تلقاه عنده ربع كيلو ومحتار الله يرزقه الله يرزقه يا ربي يا ربي ان شاء الله يصير بدل الربع كيلو ربع طن 250 كيلو الله يرزقه من اوسع ابوابه والله يرزق كل ولدنا الطيبين وصياغنا الابطال. احنا منافسين بالسوق نشتري باعلى الاسعار نبيع بانسب الاسعار هدفنا هو كسب الزبون لا مو كسب الزبون كسب الزبون هو منطقته والحمد لله والشكر احنا سمعتنا فوق الذهب. شوفوا عيني انا اشتريت منكم قرفتكم تجنن صار عندي كيلو ذهب بالعافيه قلبي ان شاء الله يصير عندك 10 كيلوات. هذا 12 غرام 590 985. هذا 14 غرام 540 مليون و 135. هذا 25 غرام 440 مليون و 985. هذا 11 غرام و 560 900,000. هذا 12 غرام و 350 965,000. شوف الجيسيكا بنات جاي تشوفونه خدش زلغ مبي اوكي واذا انت لقيتي بي شيء مجروح يؤذيك رجعي مباشره على مجوهرات ادم او الكوخ اوكي خوش اتفاق. توصل لك القطعه لحد باب البيت تلبسيها تشوفيها تشوفين عيارها تشوفين الختمه يلا تتحركين يلا بعد ايش عندكم يلا حركني. شنو خلصتوا ذهب؟ هل خلصتوا؟ ما خلصنا. بتوت موجود طن بتوت وين البتوت؟ اريد البتوت بين وبين. يلا بنات شوف 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 هذا 1,965,000 جبن وهيج اذا تصير جيمر شلون الحمد لله والشكر جبن معروف فدوة جدك اروح. الله يرحمه ان شاء الله ما واجهنا. شوف هذا الخلخال بنات شوف الخلخال يجنن. اهلا عبد الله العامر حبيبي 1,360,000. شنو هذا بابي ايش هذا خبلتني بهاي ما عجبتني انا ما عجبتني قطعه ما عجبتني ما بيها والله حلوه عندك مو عندي انا عندي مو حلوه بس عرضها بلكت تعجبهم تعجبهم ايوه يلا شنو ليش بلكت هذا 730,000 زبائن شوفوا حلوه هاي شوفوها بنات اسمع والله
32 غرام و 380 اجرها 3000 دينار للغرام الواحد، سعرها 2,525,000. اي قطعه تعجبكم بس اخذي لها سكرين، بس اخذي لها سكرين دزيلنا اياها احنا قبل ندز لك اياها، ندز لك اياها اياك اياها يعني ولا ما عليك بالحكي بضاعتك تخبط، شنو ما علي بالحكي؟ غير صاقرهم صقر، غير لا وخشومهم، ما علي بالحكي شنو؟ اهتم لهم اني انا حضر ما احضرهم، تعليق ما امسح تعليقهم، انا اخوك ما لك شغل جاي تشوفين هنا شلون هيك مثل الذبان خالهم لا وين خشومهم عيني ادم تحت الارض شوفوا شوفوا بنات انا يكفي البنات يحبوني ما دام اخواتي يحبوني انا شنو كاسرهم كسر شوف الشال الهندي 76 غرام و400 5,960,000 5,960,000 الله يرزقك من اوسع ابوابه شكرا توصيل خارج عراق ما عدنا تعال اطلع تعال لا تعال اطلع تعال موتتني مشاهدات على حتى اطلع مشاهدات لا ايش فيك ما ادري راسك قلقتني عندي نيشان راح اجي اخذ ذهبي هلا بيجي عيني هلا اموري شوف الجمال عيني 61 غرام مليون 4,810,000 شكو شيك ومشتب هالبث عيار 21 مستورد خدش مبي باجور 3000 شو اسوي كم بعد بنات شو اسويكم بيش الرولكس حاليا ديتونة عيني با عشان جاي احكي شو تريد ذهب كسر ذهب كسر نشتغل وياك ذهب جديد نشتغل وياك ذهب ايطالي نشتغل ساعات نشتغل وياكم شو تريدون عيني ذهب ديتونة شو تريد هي خضراء عادية حاضرين هاي طويلة كلش يلا خلينا نشوف يلا هاي مال محجل وفود والحجاب بعد 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 والحجاب شنو هاي شلون يعني عباية وهاي هاي شوفوا جمال البنات هذه القطعة ايش قد سعرها وين وزنها هاي 54 غرام و500 هذه 54 غرام و500 سعرها 4,255,000 شنو عمل ابو عامر المحل سقط يا هلبي روح روح للمحل يا بلي يلا عين الجونطة هاي شنو هاي السكلة يا خالها بالباب هاي 41 غرام و 540 3,240 القطعة انباعت بالأميرات لا ما انباعت جايبنيها إلي إن شاء الله هالموسم تكمل إن شاء الله القطعة ما تدعو لي بالخير والسلامة هذه 40 غرام و 610 سعرها 3,170 شلونك أخبارك والله الحمد لله فوق الخير الله ساترنا وصحة وعافية اي زبون يريد القطع ياخذ لها سكرين يراسل مجوهرات الكوخ اللي رقمهم 07 رقمهم شنو هو رقمنا 0771 ثلاث مرات 3,2,4,3,2 محل الثاني هذا اختصاص اجور 3000 داخلين له باجور 3000 اوكي وذاك محل الثاني باجور مفتوحه يلا خلصت شنو ها خلصت ذهب يلا شوف البتوت بنات هاي البتوت لازم تعطيني اياها قياس هاي البتوت ما حلوه هيجي لازم تصنف اوكي هسه صنفت بعد من انا مو مصنفه هاي البتوت صارت بيني وبين شوف الجمال عيني 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 والله جديد الله يرزقك عيني ادم المحترم انت المحترم حبيبي 85 غرام و710 السعر مالتها 6,685 6,685 يلا شيلها جهز لي دستة ثانية لازم شوف هاي بتوت نرجس ست بتوت نرجس هذه 66 غرام 630 سعرها 5,200,000 يلا شوفوا بنات هذا محلي جديد قلت لكم راح افتحه بجور 3000 61 غرام 280 4,780 4,780,000 شوفوا هذه لا هيك عرض خلي بيدي هذه 52 غرام و 530 4,100,000 الذهب اليوم ب 375 ادم راح ازعل ما اجي اكو تخم 1,500,000 تخم 1,500,000 يعني ايش قد 1,500,000 لا 17 غرام ماكو 1,500,000 كلش قليله شوفوا ما ادري وراك 23 غرام لك الساعه البيدك تحقق احلامي يا رب ان شاء الله احلامك اكبر من الساعه واكبر من بنايه
شوفوا هاي الدسته بنات، هذه 65 غرام و 240 سعرها 5,090,000، 5,090,000. شوفوا هذه 49 غرام و 100 سعرها 3,830، 3,830. عندكم قلادة كارتير عراقي، اي ذهب عراقي من نتعامل به. شوفوا هذه نرجس البتوت، هذه 79 غرام و 600 السعر مالتها 6,210، 6,210. طيني ميدالية وزنتيد ايش عندك بعد؟ خلص الذهب على ها؟ هذه بتوت ابو العيون 51 غرام 910 سعر 4,055,000. هاي ما عرضتها شبيه جاهز شيء عندك على بسرعة؟ لا بس اشوف شي. ليش بس اشوف؟ ليش مو جاهز؟ ها؟ افتر جهزوا لي يلا اثنينكم بسرعة. افتر حيدور افتر. هادي ابتود اوكي 21 غرام و 200 سعرها 1,700,000. هاي الابتود سعرها 1,700,000 فقط، بس خفيفة كلش كلش خفيفة نفخ. اخي ادم زهرة الامل، منو احسن الذهب الخليجي لو التركي لو الايطالي؟ ماكو بالذهب شيء اسمه احسن، الذهب ما له بلد، ذهب ذهب ما يهم خليجي تركي عراقي اي ذهب 21 مختوم ومحترم ماكو مشكله، بس الذهب العراقي هسه يعني من السقوط فما فوق يتلاعبون بالصياغ بعض الصياغ المو محترمين، بس الذهب العراقي الخاضع للتقيس والسيطرة النوعية ذهب محترم، مدام بي الثور المجنح مختوم، مدام بي بالذهب الملوية محترم، يعني هو نفس الإيطالي ماكو مشكلة، بس الإيطالي يصير أغلى لأن يجي من إيطاليا بضرائب دبي، من دبي لبغداد فيصير أغلى، ودائما الإيطالي يصير شغل إيد يصير أغلى، فهو نفس الذهب بس الصياغة تختلف، صياغة الأجور أغلى. هذا معيني شقد الغرام على التخم؟ تعالوا ما يصير خاطرش إلا طيب كل شيء موجود. آدم إذا صياغة اسم ناخذ على الاسم 100,000. عندكم بتوت سعر 1,000,000، هذا آخر بتوت سعر عرضته، بس 6 بتوت ما تصير ب1,000,000 ما أعتقد. سحر الشمري سوار ناعم موجود، برم أكو 6 موجود، أكو 6. إيش قد السعر مع الأجور المثقال؟ يوم المثقال 375 زائد أجور 15,000 للمثقال 3,000 للغرام 390,000 تأخذين المثقال، يعني تنطين 390,000 نطيش مثقال. هم تشترون ذهب يهودي قديم وبيختم؟ عن الذهب ما له بلد ولا له تسمية طائفة، ماكو ذهب يهودي وذهب عراقي وذهب، الذهب ذهب ذهب، هو أصفر من باطن الأرض ذهب. إحنا بالعراق شنو بالبصرة يطلع عندنا ذهب؟ ماكو شيء ذهب ذهب أصلاً، هو الذهب معدن عيار 24 انتهى، ما يهم منين كان مصدره. آدم أقل قطعة ذهب جد عندك؟ عندي بذاك محلي أقل قطعة زنجيل اللي أعتقد وزنه غرام غرام شوي سعره 100,000. يلا طيني إيش قد كملت؟ ها راح تروح؟ يلا توصل بالسلامة. أخذت المحبس الألماس ولا لا؟ دخل أخذوا وياك هو السيرتيفيكيت، أخذوا وياك هو الشهادة مالتي، شفته ولا لا؟ يلا نشوفوا بنات، هاي الميدالية هي والزنجيل أوكي. إذا تريدين تأخذين بس زنجيلها طبيعي، هذه الميدالية هي والزنجيل السعر مالتها 3,070,000، وزنها 39 غرام و 380، يعني 8 ثاقي. شوفوا يا بنات كلش حلوه تجنن. تريدين تاخذين بس زنجيلها طبيعي ب 3,000، تريدين تاخذين بس الميداليه طبيعي هم ب 3,000. شوفوا هاي ميداليه وحشيه كبيره، شوفوا ايش كبرها بنات، شوفوا اربع نزلات 51 غرام و 990 تقريبا 52 غرام سعرها 4,055,000. جهز لي اسرع الزنجيل، ما هي والزنجيل مالتها
شوفوا هذا قرب للورقة علي حبيبي حط لي يعني هنا أنا تقبل أشيلها. شوفوا بنات هذه 47 غرام و 590 سعرها 3,715,000 مع الزنجيل. أوكي مع الزنجيل تريدين تبدين الزنجيل تريدين تأخذين هذا الزنجيل تريدين تأخذين الزنجيل أقل أكثر بجورة 3,000. شوف هذه الفيرزاتشي هذه خفيفة بس زنجيلها كلش ثقيل. جاي شوفوا هذه 40 غرام سعرها 3,155,000. شوفوا هذه بنات الميدالية ميدالية بها آية قرآنية الوزن مالتها 63 غرام سعرها 4,920,000 4,920,000. شوفوا هذه هي والزنجيل ميدالية جاي شوفوا شوفوا الجمال بنات يا من أقولكم خدش مبي خدش مبي جاي شوفين هسان إذا أقولك أخذيها هاي بأجور 12 تاخذينها أنا جايب لك 3,023 غرام 1,795,000. شوفوا هذه بنات هذه فيونكة 23 غرام 1,800,000. شوفوا هذه شوفوها بنات ميدالية كويتي 62 غرام سعرها 4,860,000 هي وزنجيل. آدم عندك حلقات بلاتيني موجود. شوفوا بنات شوفوا النزلات هذه 54 غرام سعرها 4,215,000 أي شيء تريدين توصيل إحنا حاضرين. حيدوري لا تقصر ويا زبون. أوكي أنت قالبهم مرتبهم يعني لا تخلي زبون يتعب ويروح ويجي خاف يدور لأن إحنا ما عدنا الموضوع أكثر من مرة. اي واحد يريد يراسل يراسل مجوهرات الكوخ اللي هو رقمهم 0771-3332-432. شوف هاي الميدالية بنات هي وزنجيرها 40 غرام 760 سعرها 3,180,000 هذا ظهرها. اوكي هاي تفاصيلها كاملة. شوفوا هذه البنات هذه 24 غرام هذا ظهرها هذا وجهها 24 غرام 1,885,000 تريدين تاخذين بس الميدالية اخذيها طبيعي. هذه 28 غرام و 830 سعرها 1,250,000. هذه ليرة وي 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 هذه انا تعبت ترى لا جيبي لي مي جيبي لي مي شنو هذه 32 غرام و 570 مليونين و 540. هذا 22 غرام مليون و 715. يلا هاي وراك سفر نريد التعب كافي؟ كافي. هاي زباني الكرام أحب أكرر لكم أي واحد عجبته قطعة من اللي أنا نشرتها يأخذ لها سكرين ويدزها المجوهرات الكوخ الفيسبوك مالتهم موجود اللي رقمهم 0771-3332-432. الذهب مضمون من الخدش. أوكي الطلبينه اللي أريده من يمج إحنا يمن التعبين إحنا نرتاح اللي أريده من يمج تلبسين القطعة تفتحينها تلبسينها شوفين ختمها. أوكي شوفين ختمها قبل الدفعين شوفين ختمها مطابق مطابق الوصل نفس الوصل نفس الوصل يلا تدفعين فلوسها بقى شو تريدين شو اسوي لك يا عيني تتعبني بنات. اوكي يلا وفي مال الله والله يحفظكم ويخلينا البعض. باي باي بنات.